عسلامة مدى. عسلامة. مرحبا بيك. عايشك وبيك أكثر يا عيش بنتي. عايشة. اخترنا اليوم باش نحكيه على مشاكل المواطن مع البنوك. فاش تتمثل المشاكل هذه؟ والله كثرت هالمشاكل هذية متاع البنوك سيختو البيريود الأخرانية، اللي تسمعه يقول لك أنا ما خذيتش قرض ونحاولي، أنا ما خذيت حتى شيء ونحاولي، أنا وصلت للعشرين للثلاثين. نتفرج دغيغما قال لك طفلة وطفل ما خذيوش قروضات وصلهم لصنفاميل تيناغ مساكن وهما ما خذيوش. اللي ندراها كيفاش هالحكاية؟ أنا عندي فلوس زو صورتي باش نمنهم في بانكا، باش أنا نخبيهم، باش أنا نطمن في بانكا. الديار ما عادش تنجم تخبي. بيانسور يلزمك تخبي فلوسك في البنكة. في البنكة هما يستنفعوا وانا نستنفع، وانا وانا في ليسيتي مذمونة. اما هو لا شيء يخوف توا يا عزيزتي، توا ناخذوا كا. انا مش انا عندي كا، مي البخش نتاعي عندك. انت تخرج واحد في 60 مليون، شنو هو الضمان اللي عندك؟ شنو هو الضمان اللي عندك؟ انت تسيبه في 65 مليون ولا في 60 مليون؟ شنو هو الجارانتي اللي عندك؟ شنو هو؟ شنو انا نوصل ما نعرفش 700 800 الف، يقول لي مدام ستوب راك في الروج. كان عندي كمبيله يرجعها وكان عندي شيكي يرجع، اما انا ما نخليش روحي، فهمت؟ ديما نقرا حسابي. اما ايش نقول لك عايشك توا؟ انت كمدير بنك ولا شيف داجونس تسيب انسان في 65 مليون وتجيه تدنكو وتنحي له شهريته الكل، ما تخليش حتى باش يستقاد، كيفاش هذايا؟ فنحب نفهم انا كيفاش هذايا. وتوا عنده قسك عميل قاعدين تقصلو في الشهريه الكل، ويمشي يشوف يلقى نفس التو قاعد ما تبدلش. علاش؟ فما لي زاجيو. اي كيفاش باش يعيش الانسان هذايا؟ انسان كبير اجي مخضر تريت وبانكيجي اون بليس كو سا، يعني بانكيجي. اه وي ماهوش نامبورت كي، معناتها ماهوش انسان بارتيكولي ولا انسان يخدم في البنك. انت كيفاش تسيبو في 65 مليون تعطيها الكارتة هذيك؟ ماهوش قاعد يجيك للاجونس وقاعد يجبد، تعطيها الكارتة. اجبد اسافوار، اجبدهم ولا ما اجبدهمش؟ اسافوار خذاهم ولا ما خذاهمش؟ انت شنو انت كمدير بنك كاش في شخصك كيفاش تسيب واحد في 65 مليون؟ اي تو نمشي نجيبها منين باش يعيشها؟ انت 100 فرنك ماكش عطيها له. باش ما نحبش نسمي انا هي بنكة وما نحبش من غير ما نسميه. جوستومون مانيش انا نعرف الحاجات هذه الكل، ما نسميش. ايما ماهوش اي شنو هو الحل؟ يموت راجل بالشر؟ سي مو ماغي، فوالا سي مو ماغي، فهمت؟ يموت بالشر. اي منين باش ياكل هوا؟ منين باش يشرب؟ منين باش يتكيف؟ منين باش يعيش؟ منين؟ غلطة شكون هذيا؟ نحب نفهمها غلطة شكون. انا جايك انت للبنكة وعطيته؟ نو، انت عطيه كارتة ما فيها صم معين. هكا ولا ليه؟ هكا ولا ليه؟ فيها صم معين. انا قلت لك نوصل صم معين تكتب لي تقول لي سي سفيزون، معناتها راه ما عادش عندك فلوس. انت كيفاش سيبته؟ واليوم انا ما فهمتش لشكون باش نشكي، لشكون باش نمشي. مشيت للبنكة، لي اونني با كاستيون، ما عندوش الحق. انت خليته ما عندوش الحق، انت كمدير كشيف داجونس خليته ما عندوش الحق. ايش يعمل هو تواي؟ شنو اللي باش يعملوا؟ منين باش ياكل؟ منين باش يشرب؟ منين باش يستقات؟ منين؟ نحب نعرف منين. زوجك ما فاقش بالانفيلات هكا من الاول يعني؟ جوستومات يا حكايه عام، راه يندرى عام جبت 65 مليون يا ربي. عام الغلطه نتاع راجلي ما عملش اكستري. هو متطمن يقول لك يا اخي انا توا شهريته تتسب حتى في الروج. باهي في الروج يقول لك مانيش باش نوصل للصوم هذا الكل. ماهوش باش يوصل 65 مليون يا راجل. صم معين عندك؟ صم معين تبلو تقي لك الكارتة ما عادش تجبد لك. الكارتة ما عادش تجبد لك، تدخل اي ديستريبيتور ما عادش تجبد لك. انا يعني قلت لك نوصل صم معينه ما عادش تجبد لي كهو، وتقول لك وفات الفلوس، وانت تخليه يجبد 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 يجبد، وفينالمون تنحي له شهريته الكل وما تخليهش باش يعيش. باش يعيش دونك توا يلزمو يخلص بشهريته الكل، يعني كل شهر شهريته تقص. حتى يموت ندفع عليه الشر وبعيد الشر. ان شاء الله ربي يطول في عمره. يطول في عمره، توا عمره 70 سنه الراجل، بخيسك 68 سنة. وقتاش باش يوصل باش يخلصهم من 65؟ يموت وما يخلصهمش، ويقعد للشر وما يخلصهمش. اي منين باش يعيش؟ اي منين باش يعيش؟ فهمني انا ما نعرفش. يا سيادة الرئيس شوف لي هالحكاية. يا انت مشيت للبنك ومشيت للبنوك، انا نحب نشوف شنو هي هالحكاية هذي.
كيفاش؟ كومون ساس في؟ مش انا بركه راه برشا عباد ضحايا هكا، برشا عباد، انا وين نعرف جبدوهم هما وخذوهم هما وبعد يقول لك هو جبدهم، انا ما عادش عندي ثقه بصراحه، مع خاطر انا نعرف راجل. هو زوجك جبد معناها السوم هذه ولا؟ يا وخيتي انا كيفاش جبد؟ على مراحل يعني اكيد مش فرد ضربه جبدهم. ايه سامحني تو باش يمشي باش يمشي للديستريبيتور باش تجبد له 5 ملايين؟ نو اكيد لا يعني. اكيد لا، تعملها حتى كالكول مونتال، تعملها حتى بالكالكول مونتال، البنك باش تجبد لك، الديستريبيتور باش تجبد لك 100 150 200. كيفاش كان يجبد هو في الفلوس في الروج؟ هو كان في الجمعه ياخذ في 400، يجبد في 400 اكاهو في الجمعه، ترى احسبهم انت في العام قداش؟ ايه راهي 65 مليون، راهي 65 مليون، راهي هاني جبت اكستري انا 300 400 600. كيفاش تخليه انت؟ كيفاش تسيبه انت؟ انت راهي الصوم عندك معين، واحد فروج عندك معين وتقول له ستوب ستوب، ما عندكش تو نا با لو دغوا باش تجبد اكثر دون ما يخلص باش يتقسلوا يعني من السالير نتاعو. يعطيك الصح، انا راجلي انتريتي تتصب له في 1300 ولا 1400 حاجه هكا، كيفاش انت تسيبه 65؟ شنو الجارانتي اللي عندك؟ اللي راه خدام من عندك قرض والله نقول نقول لا نقول يعني في عام 65 مليون جبدهم. 65 مليون راه راني دخت، راني دخت، ريتني دخت دخت. ايش تصرفوا يعني فهمت؟ مشاو يا اخي، شنو فين مشاو؟ كيفاش مشاو؟ شنو شريت صاله؟ شرينا فريجيدير؟ شرينا كهرباء؟ تمام يمكن كهرباء اوكي؟ والله يمكن كهرباء اوكي، هاك الخرده اللي عندي وعنده احنا الحمد لله رب العالمين. اما توا كي قعد توا بلا شهريه مسكين، ايا كيفاش؟ وانا مراه انت ريتي، ايا منين باش يجيبها توا؟ شهريتي انا شنو باش تعمل له؟ راجل يقعد بليش فلوس تحتي ما راهو قديش يقعد مديدو لمرته؟ انت قلت لي معناها كل جمعه يجبد 400 ولا 500؟ 300 400 كاهو ما يجبدش 500، ما تعطيهش الكارتة 500، ما تعطيهش 500 الكارتة، في الجمعة 400، في الشهر 1200 قد الانتريت نتاعو. على قد فلوسه يعني. قد فلوسه، باهي لو فرضنا هو فروج، فروج شنيا؟ مليون اثنين ثلاثة؟ مش 65 مليون عادي يا حبيبي، مش 65 مليون راهو، راهي 65 مليون، توا قاعد عامين فرانكلي دور ولي. يعني المشكلة هذه عندها عامين. عندها عامين. ومشيت للبنك. صحيت هذا هو البنك نتاعو شنو قالوا لكم؟ انا مشيت، انا مشيت، انا هو راجلي تصدم، انا مشيت، انا مشيت، انا مشيت، هكا هو جبدهم، اي كي جبدهم باهي، هاي سيدي جبدهم، نقولوا احنا جبدهم، اي تخليه انت بلا شهريه، ماهوش ذنبه راهو دبخيتو، ماهوش ذنبه، ذنبك انت اللي خلي سيبته، وتوا تخليه للشر. يمشي يسرق يمشي يخطف، راجل 65 سنة ولا 68 سنة وراجل ديابيتيك راهو وعنده مرض مزمن، شنو هو؟ اي باش يعيش؟ اي باش يعيش؟ باش ياكل؟ باش يمشي مد يديه ولا مرتي هي تعطيني باش نشري دخان؟ هاني نعطيك انا مرة اثنين ثلاثة تاعي يفك عليا، عاد نقول له تفك عليا شنو قد انا نعاني فيك تفك علي، وما نقولش الراجل يفك عليا، نهز له برموش عينيا انا، ما يسالش، مش احنا توا في العمر هذا باش نلوح انا راجل. انت عندك نقطة استفهام، الفلوس هذيك وين مشيت؟ وكيفاش جات؟ باهي انا الفلوس أولا كيفاش أنتم عطيتوا حتى لو فرضنا وجبتهم، أنتم كيفاش عطيتوها له؟ وكيفاش تخليوه بلا شهرية؟ كيفاه؟ كيفاه تعطيه حتى يا خويا شهريته مليون و300؟ أعطيه 500 في الشهر يز يز يز، أعطيه 500 في الشهر باهي ياخذ الباقي. مشيت أنت للبنكة نتاعو مدام، شنو حكيتو؟ قالت لي ليه أختي؟ أكاهو احنا معنا ما نعملولو. قلت لها شنيا ما عندكم ما تعملولو؟ مرا هي شيف داجون، شنيا ما عندكم ما تعملولو؟ الانفيلات كيفاش صار؟ قلت لها قلت لها يا الاندراء انتوما كيفاش تسيبوه؟ شنيا الجارانتي نتاعكم اللي انتوما اللي انتوما تسيبوا فيه؟ شنيا الجارانتي نتاعكم؟ اي كيفاش؟ ملانا قلت لها هاو عندي كارتا خلينا نمشي ملا زدنا نجبد 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 في 60 مليون و70 مليون نشيخ بيهم وبعد نحيوهم الشهريه ما يسالش، على الاقل هاني نشيخ بيهم انا تو. شنو هذا؟ صوتك اليوم لشكون موجه مدام؟ انا صوتي موجه لرئيس مدير العام تاع البنكة، وزير الماليه، سيد الرئيس، يشوفوا حل لراجلي هذا كيفاش باش يعمل؟ كيفاش باش يعمل؟ ما يسالش خذوهم الفلوس، اعطوه باش ياكل، اعطوه تو قالوا لي لا يلزمك انت تاخذ قرض وهو يزيد ياخذ قرض وتخلصوا الروج. اي نترهن انا 12 سنه. انا نترهن 12 سنه ناخذ، انا ديجا هاني ماخذه، نزيد ناخذ انا ناخذ 50 مليون، قالوا لي لا تاخذ انت 30 وهو ياخذ 30 وتغطيوا الحساب القديم، معناتها احنا نترهنوا نزيد قديمه مرهونه يعني. نقعد انا مرهونه للبنكه ونقعد حياتي كامله مرهونه للبنكه على سيادتهم هما.
شكرا مدام.